بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن ضوء ديال مل البوء جوتاني سو البوم مقيدي سو قريبة كسو دوادة ترتك القرآن كورباهين تسيتي مالين والبعض كلا سعتان مرك لقرب ما لما ذي الجمعة نهدي ربي رالي كن رغضو ما انت ترتك وحا قطر تما يوري جيسيس الدحاد يقود بي نور أحمد عمر وكسو عدا دوكسيقا بي أيوب الأنساري وحا قطر تما يتبانك الدنبي hadii rabbi raali ka noqdo waana wareegiisii ugu dambeeyay tartanka quraanka kariimka ee tartanka inta uu socdo waxa inoo dhaxdhaxadinaya hadii rabbi raali ka noqdo macallin abdirahmaan yuusuf cali iyo waliba macallin maxamed macallin xasan macallin qasim sidoo kale macallin abdusalaam macallin xasan sheekh yuusuf sheekh xasan sheekh yuusuf ayraade oo kamida macallimiinta magaalada jawhar ee insha allah waxaan rajaynayaa in uu noqon doono tartankii ugu dambeeyay ee nuur ahmed umar وكترتمو قرآن الكريم كتبانك دنبي إن شاء الله نور سولو محد فلسة ما دام ترتكي ودن بمانتق وياهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت ما سنتي مانتا إذا عدا سيتي أفهم ترتكي قرآن الكريم كمالماني يسعودي مانتا نوحا ودن بي وريقي سيدحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مسيني هاي نور وحن سلوية مع عبد الرحمن يوسف سيسألنا كلمة كلا أقدم وفقص الجديد يالكان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى مهندس كوبك المؤهاتي نسوى في جيب الشكر في هذا رمضان وغلب سيب الله وضيها بقراءة من تهي. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ان الله 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 وصوت الغابين برنامج كان مخصص كا يعلمين كيف الانسان عيان يرضي كله على ينبلي ينبلي وانكم ما تنتين لما مرسل عبد الرحمن أصحاب الكرام أجمعين. أما بعد، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذا البهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويومئذ لا ينفع وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون حسبك ولا نقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين حسبك والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تحجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حسبك وجزاك الله خير الجزاء adoo maasin yahay ee Nuur Ahmed Umar oo kamid ah tartamayaasha warbaahinta City kuna tartamayay 12ka danba ee Qur'aanka Kariimka wareegiisii 3aad ayuu ahaa ee ugu dambeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka dugsiga waxa uu ka socday Abiya Yubila Ansari xaafada Horseed ee magaalada Jowhar goorna natiijooyinkiisa iyo liba kaalinta uu ka galay Qur'aanka Kariimka ayuu ogaan doonaa hadii Rabbi raali ka noqdo insha Allah waa tahay waxaan gudagelinaa wareengii labaad ee tartanka Qur'aanka Kariimka waxaana ku tartamaya hadii Rabbi raali ka noqdo Maxamed Cabdullaahi Macalin Axmed oo kamid ah tartamayaasha warbaahinta City waana wareegiisii 3aad ee ugu dambeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka waxaana uu ku tartami doonaa isaga laftirkiisa 12ka dambe ee Qur'aanka Kariimka waxa uu ka socdaa dugsiga Salaxuddin Al-Ayyub xaafadda Hantoodaag ee magaalada Jowhar waxaana la weydiin doonaa saddexdii su'aal ee loogu talagalay insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Sulu maxaad dareemaysaa maadaama tartankaadii ugu dambeeyay ee Qur'aanka Kariimka u yahay waa maasin yahay Maxamed waxaan ku wareejinayaa Macalin Cabdiraxmaan insha Allah hadii la yiraahdo aad u maasan yahay Macalin Cabdiraxmaan waxaan gudagelinaa aayadihii la weydiin lahaa Maxamed Cabdullaahi Macalin Axmed oo ka mid ah tartamayaasha warbaahinta City insha Allah قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما قل إنما أنا منذر وما
وما إلا الله الواحد القهار قل هو نبأ عظيم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين حسبك والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكسى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم
الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فقل هل لك اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إذا أن تزكى إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حسبك. هذا ما سيهي محمد داق عبد الله معلن أحمد وكمدة ترتمياشة ورباهينتا سيتي وحاوكو ترتمية توانكي دمبئ دوكسي وحاوكو سعلي صلاح الدين الأيوب حافظة هانتي وداك وانا وريقي سي وقو دمبئي ترتمك قرآنك كريمك ورباهينتا سيتي قردو وحاوكان دونان نتيج جدي وكاقلي ترتمك قرآنك كريمك سدح دا وريق وكاقا ترتمي ورباهينتا سيتي intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo tartanka quraanka kariimka warbaahinta city oo aad ka soo kala socotaan maalin walba marka laga reebo maalinimada jumcada tartanka inta uu soconayo waxa ayno dhaxdhaxadinayay macallin abdiraxmaan yusuf ali iyo wariiba macallin maxamed macallin xasan macallin qasim sidoo kale macallin abdisalaam sheekh xasan sheekh yusuf oo dhamaantooda ka mid ah macallimiinta magaalada jowhar barnaamijku waxaa soo daadiinayay halkaan idinkaga soo jeedinaya anigu waa maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa yuusuf iyo weliba abuukar ayaa dhanka kaamirada ka qaabeynaya shaashaana waxa uu ahaa dhanka farsamada intaan barnaamijkan barnaamij xigay ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaasii nabadgelyo.